مع كل رمضان تمس كرامة الجزائريين عن طريق آليات المفروض أنها استحدثت لغرض حفظ كرامتهم وصونها. فبعد الضجة التي أحدثتها الوثيقة المسماة شهادة الفقر والتي تبرأت منها وزارة الداخلية، ها هي قفة رمضان أو ما يؤازيها نقدا يحرج كرامة المواطن من جديد، ويضطره للنداء ملء الحناجر على الدولة تستجيب. بلدية البوني كاملة راهي محقور وكاملة زواولة، وأنا عندي بطاقة المعوزين تاع الأداس وعندي تاي 300، وكل رمضان شيطانة، كل رمضان يعملونا كما هكا. الأزمة تاع اليوم راهم سكوا الناس كل في 600، واحد جاي في الكون تاعو يلقى 100,000، واحد لقى 200,000، وكاينة واحد العجوز لقات 100,000 مسكينة، عجوز كبيرة. لقيت 320، كي جيت نهضر حبوش يقابلوني خراها. نهضر مع العباد كيما هكا، قالك لي ولا كل واحد كيفاه وش يلقى، وين يدو فيها 300 الأخرى؟ خرجنا كواغد في القوايل وفي الهم وفي كل عند آخر زلاونا. المواطنون اشتكوا من المنحة التي أتعبتهم ولم ينالوها لحد الآن بعد مضي أسبوع كامل من الشهر الفضيل، وهو ما جعل الكثير منهم في عديد الولايات على غرار عنابة وغليزان يفضلون القفة على النقد. لهم دارينا بلايطو، ما لهم دارينا بلايطو محمد رجع كما هما، لا احنا قلالين وبو عافا ما تقولنا المير من ورا. احنا طالبين دراهمنا اللي قالوا لنا بيت الدوهم، كون يعطوهم منا قفة، كون عطاوهم منا قفة وريحونا، ولا هذا التعب اللي رانا نتعبوا كيما هكا. حنا صايمين وعطاش قالوا لنا دفعوا الشاك، دفعنا الشاك، هذوك شابين زيدهم. قبيل كل رمضان ينشط المسؤولون وبقوة في الترويج لبرامج الإعانة الخاصة بشهر الصيام ومدى تطوير الآليات المعتمدة في تطبيقها، ولكن مع حلول الشهر يعاني المواطن البسيط من نفس سوء التسيير ونفس الممارسات المهينة، فإلى متى تستمر مثل هذه المظاهر؟